السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من الحوار الاقتصادي. نتحدث اليوم في هذه الحلقة عن العلاقات السورية الصينية الاقتصادية، وما يهمنا هي الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الصيني التي التقى فيها وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، والتقى بها أيضا السيد الرئيس بشار الأسد، وكان هذا اللقاء يتمحور حول مواضيع وعلاقات اقتصادية بين البلدين ودخول سوريا بعد فترة إلى خارطة الحزام والطريق التي هي يعني نسخة معدلة عن طريق الحرير الذي كان مشهور في القرن 19 والذي يعني تباطأ في القرن 20، واليوم يعود التجديد به كمرحلة أخرى من المراحل التجارية أو كنظام من الأنظمة التجارية العالمية التي تتبناها الصين. ما هي أهمية انضمام سوريا لخارطة الحزام والطريق؟ هل يمكن أن تكون سوريا اليوم جزء من هذه الدول التي بلغت 123 دولة على مدى يعني دول العالم، حيث يمر هذا الطريق حول العديد من الدول، ويبدو أن هذا الطريق يعني محدد ليس فقط بتبادل البضائع التجارية وتسهيل الاستيراد والتصدير، وإنما في عملية التنمية عندما تدخل الدولة في هذا الحزام؟ يعني بمعنى آخر أنه اليوم إذا دخلت سوريا في مبادرة الحزام والطريق، فإنه اليوم مو بس موضوع اتفاقيات تجارية حتتم بين الصين وسوريا أو الدول الجوار، وإنما ستكون هناك أيضا تنمية وستكون هناك مشاريع تنموية. على كل الأحوال، ما تسرب من الإعلام أنه سيكون هناك يعني 6 مشاريع صينية في سوريا، سيكون هناك يعني تنمية اقتصادية في سوريا، وبالتالي يجب أن نعد العدة في سوريا إن كان بالجهات العامة أو الخاصة بالقطاع العام أو القطاع الخاص لتلقف المبادرة والدخول والانخراط في مبادرة الحزام والطريق. هل علينا اليوم أن نغير القوانين مثلا في سوريا، القوانين التجارية، قوانين التبادل، قوانين دخول رؤوس الأموال؟ هل علينا اليوم أن يعني نعمل مروحة أكبر لمكافحة الفساد؟ ما هي الحقائق التي يجب أن تتركز عليها مبادرة الحزام والطريق حتى تستفيد سوريا من هذه المبادرة؟ على كل حال، يعني سوريا وموقعها الاستراتيجي في يعني هي تتوسط القارة الأفريقية والآسيا وأيضا أوروبا، في يعني في قلب العالم، وهناك طريق الحزام والطريق أو طريق الغاز والنفط يمر عبر مفترق طرق، وكل يعني المفترق طرق هي سوريا، يجب أن تمر هذه الأنابيب من سوريا أو يعني بالحدود الشمالية أو الحدود الجنوبية لسوريا. إذا موقع استراتيجي اليوم مميز لسوريا لعملية التنمية التجارية والاقتصادية. هذا ما تلقفته الصين التي تدير صراع تجاري قد يكون من تحت الطاولة مع الولايات المتحدة الأمريكية وقد يكون من فوق الطاولة أحيانا، إلا أن هذا الصراع التجاري التي تقوده الصين ومعها روسيا في عملية اليوم تغيير المعادلة التجارية وتغيير القطب الواحد في يعني هيمنة القطب الواحد الاقتصادي في العالم وهي الولايات المتحدة إلى أقطاب عديدة، وإتاحة الفرصة للدول لقيام بحركة تجارية وتصدير واستيراد بشكل كامل، والخلاص من هذه القوى الضاغطة التي تضغط بها الولايات المتحدة على الدول مثل سوريا، يعني تضغط عليها من أجل مواقف سياسية بحصار اقتصادي أو لآخره. نعتقد أن اليوم خارطة الحزام والطريق هي أحد المبادرات العالمية التي تنهي مآسي للقرار الواحد أو القرار الأوحد للولايات المتحدة الأمريكية. دعونا مشاهدينا نذهب إلى هذا التقرير حول موضوع العلاقات السورية الصينية وموضوع الحزام والطريق. عندما جرحت اليد دمعت العينان، وعندما دمعت العينان مسحت اليد الدموع. هكذا عبر السفير الصيني السابق في سوريا عن العلاقة بين الصين وسوريا، مشبها إياها بهذا المثل. العلاقات التي تربط الصين وسوريا عمرها حديثا 65 عاما، لكن بعدها التاريخي أعمق بكثير ويعود 2000 سنة إلى الوراء عبر طريق الحرير.
نجحت هذه العلاقة في كسب سوريا لدعم سياسي على مستوى عال من خلال استخدام حق النقض الفيتو 10 مرات في مجلس الأمن، وفي موازاة ذلك تعاون اقتصادي وتجاري كان له تجلياته الكثيرة في مواجهة سوريا لجائحة كورونا من خلال المنح الطبية والمشورة. إحدى أهم أشكال التعاون إلى جانب حركة التبادل التجاري كانت مدينة عدرا الصناعية، والتي استهدف من إنشائها انطلاق البضائع الصينية عبر سوريا إلى 17 دولة أخرى. مؤخرا كان لزيارة وزير الخارجية الصيني إلى سوريا صداها السياسي والإعلامي، تمخض عنها اتفاقية تعاون اقتصادي وفني بين البلدين، لكن الأهم هو إعادة الحديث عن دور سوريا في مبادرة الحزام والطريق إلى الدوائر الأكاديمية والمنصات الإعلامية، وهو أكبر مشروع بنية تحتية تاريخي أطلقته الصين أواخر 2013. يرى خبراء أن وجود سوريا ضمن هذا المشروع سيعطي الصين وصولا إلى شرق البحر المتوسط، إذ تعتبر سوريا جزءا من 6 ممرات في هذه المبادرة، في حين تتطلع سوريا إلى الحصول على التمويل اللازم لتسريع مشاريعها التنموية. انضمام سوريا إلى هذه المبادرة أكد على أهميته الرئيس بشار الأسد سابقا في مقابلة له مع الإعلام الصيني، والتي أشار فيها إلى دور المبادرة في عملية إعادة الإعمار، وإلى تقديم سوريا 6 مشاريع بنية تحتية قد تكون جزءا من هذه المبادرة. العلاقات لابد أن تصطدم مع رؤية الولايات المتحدة للمنطقة، ولابد أن ينتج عن هذا التصادم تفاهمات تفرز تناقضات المصالح المتضاربة بين البلدين في الشرق الأوسط والمحيط الهادئ ونقاط الصراع الأخرى بينهما. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ونرحب بضيفينا عبر خدمة السكايب الأستاذ فيصل الأطري، خبير في الشؤون الاقتصادية السورية الصينية ورئيس الجالية السورية في الصين، وأيضا نرحب معنا أيضا عبر السكايب الأستاذ حسين العسكري، محلل اقتصادي واستراتيجي بمعهد شيلر الدولي. نبدأ الحوار مع الأستاذ حسين العسكري. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين. شكرا أستاذ خالد، أنا يشرفني أن أكون معك، وتحية لك ولمشاهديك ولضيفك الكريم الأستاذ فيصل. أستاذ حسين، نحن اليوم لو تضعنا يعني حضرتك وأنت من المهتمين بموضوع طريق الحرير منذ سنوات، وتهتم بهذا الطريق وكيف إمكانية اليوم الصعود نحو تبادل تجاري أكبر عبر طريق الحرير، وأيضا يعني المبادرة الأخرى اللي هي الحزام والطريق، توضعنا يعني وصف عام لمبادرة الحزام والطريق، ويعني توضع المشاهد بعدد الدول والفوائد التي يجنيها من مبادرة الحزام والطريق. نعم، مبادرة الحزام والطريق هي مبادرة أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في سبتمبر وأكتوبر عام 2013 من كازاخستان ومن إندونيسيا، لأن في إندونيسيا أطلق ما يسمى الطريق الحرير البحري للقرن 21. المبادرة طبعا هي يعني مبادرة تنموية عالمية، هي ليست معاهدة دولية، هي ليست نادي لبعض الدول مثل الاتحاد الأوروبي أو الناتو أو غير ذلك، إنما هي مبادرة مفتوحة لجميع دول العالم. والآن عدد الدول التي دخلت في هذه المبادرة عن طريق توقيع مذكرة تفاهم مع الصين هي 140 دولة و35 منظمة عالمية. فالمبادرة الآن كما يقولون حتى في الولايات المتحدة وأوروبا لا يمكن وقفها الآن، لكن يحاولون أن يعيقوا تقدمها أكثر. بالنسبة للمبادرة الآن يعني هناك يعني هي مبادرة تنموية أكثر مما هي مبادرة تجارية، لأنه الناس عندها فكرة طريق الحرير هو طريق تجاري. هو صحيح يوجد يعني سوف يساعد في تنمية وتطوير التجارة في العالم، لكن بالدرجة الأولى سوف يساعد في تطوير جميع الدول التي تنخرط في هذه المبادرة من شرق آسيا إلى غرب آسيا وإلى أوروبا، وحتى هناك دول في أمريكا الجنوبية وحتى في أوروبا وأفريقيا. طبعا معظم دول أفريقيا دخلت في هذه المبادرة لأن فيها فوائد كثيرة جدا عن طريق الارتباط باتفاقيات تنموية مع أستاذ حسين. يعني هل تطلع اليوم المشاهد على أنه هي المبادرة اللي هي الحزام والطريق هل بدأت فعلا ولا بعد ما بدأت في بعض الدول، وهل هناك نتائج من هذه المبادرة مع بعض الدول؟ إذا في أرقام اليوم لدخول المبادرة أو طريق الحرير لبعض الدول وكيف استفادت منها؟
نعم، هناك الآن لحد الآن منذ إطلاق هذه المبادرة الصين استثمرت حوالي تريليون دولار في مشاريع بنية تحتية بالدرجة الأولى. مثلا إذا نظرنا إلى، أنا قلت هناك 140 دولة دخلت في هذه المبادرة، لكن كثير من الدول لم تبدأ بعمل مشاريع بالتعاون مع الصين. لكن إذا نظرنا إلى الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي هو أحد الممرات الستة الرئيسية، الآن الصين استثمرت 60 مليار دولار في مشاريع بنية تحتية، هي طرق، محطات الطاقة، سواء الطاقة بالفحم أو الطاقة بالمياه وحتى الطاقة النووية. هناك 6 مراكز صناعية تم إنشائها حاليا في الباكستان لجذب الصناعات سواء الصينية أو الغربية. فهذا الشيء أحدث ثورة الآن في الاقتصاد الباكستاني، وهنالك كثير من المشاريع التي تم تنفيذها سواء في أفريقيا، هناك معروفة سكة الحديد من جيبوتي إلى أثيوبيا إلى أديس أبابا، وسكة الحديد في كينيا من مومباسا إلى يعني إذا أستاذ حسين، قطار خارطة الحزام والطريق انطلقت، ويعني يبدو أن اليوم سوف تكون هناك فوائد. ما يهمنا اليوم هو الوضع في سوريا. خليني أنتقل للأستاذ فيصل العطري، الخبير في الشؤون الاقتصادية السورية الصينية ورئيس الجالية السورية في الصين. أستاذ فيصل، اليوم ما يهمنا اليوم من خارطة الحزام والطريق هو ما تجنيه سوريا اليوم من هذه المبادرة. هل تستطيع فعلا الدخول في هذه المبادرة أم تحتاج إلى قوانين، تحتاج إلى تفعيل بعض الإجراءات التي يجب أن تتلقفها اليوم الحكومة السورية وبالتالي الدخول في مبادرة الحزام والطريق؟ تحية لك ولضيوفك الكرام ولأخي الأستاذ حسين. الحقيقة دخول سوريا بالمبادرة هو فرصة لن تتكرر، لن يجود الزمان مثلها. الصين هي المخرج الحقيقي للأزمة السورية، كونها تملك التمويل، تملك القدرة على البناء، تملك الموارد، فهي يمكن أن تكون الداعم الرئيسي لسوريا. ولكن في المقابل نحن بحاجة لبعض المرونة وبحاجة لتعديل طريقة التفكير، تحديث القوانين، تحديث البنى. البنى ما بقصد البناء، بناء طريقة التفكير، كيف بدنا نفكر. ضروري كتير نفهم الصيني كيف بيفكر. الصيني ذو حضارة قدر انه يبني. الصين خلال 30 سنة تحولت من بلد من دول العالم الثالث. اليوم بيجي لعنا ناس من أمريكا، بيجي لعنا ناس من أوروبا، يذهلوا بالتقنية واستثمار التقني في الصين. طيب اليوم يعني العلاقة السورية الصينية بدأت يعني من فترة طويلة، وكان في زيارة للسيد الرئيس بشار الأسد بال2004 إلى الصين، وتم توقيع اتفاقيات، أعتقد 9 اتفاقيات، وتم إعادة يعني العلاقات بال2019 وإدخال سوريا في مبادرة الحزام والطريق. إذن يعني اليوم العلاقات الاقتصادية السورية الصينية لم يعني تفتر، لكن ما عم نلاحظ نتائجها اليوم على أرض الواقع. هل هذا يعني بسبب الأزمة في سوريا، أم أن نحن اليوم نحتاج إلى اليوم خطة أخرى للتعامل مع الطرف الآخر الصيني لتلقف هذه المبادرات؟ سمعنا أستاذ حسين عم بيحكي عن يعني مليارات الدولارات بالخط الصيني الباكستاني. اليوم إمتى من نستفاد من هذه المبادرة وندخل؟ لأنه نحن اليوم نحتاج لهذه المبادرة، لأنه يوقع علينا حصار أمريكي أوروبي ظالم على سوريا. من معرفتي بالطرف الصيني بعرف أنه الطرف الصيني جاد جدا وجاهز. المشكلة عنا الحقيقة هذا الكلام وبحياد. بالنسبة للعلاقات بين سوريا والصين، الحقيقة العلاقات الدبلوماسية من أرقى ما يكون، أفضل بكثير من العلاقات الاقتصادية. لو طلعنا على الوضع في الصين نجد أنه سوريا تمثل، بيرأس بعثتها الدبلوماسية بالصين دكتور عماد مصطفى اللي هو سفير فوق العادي، وهذا مؤشر لعمق العلاقة. القنصل هو بمرتبة وزير مفوض، أيضا هذا مؤشر لعمق العلاقة. السفارة السورية بالصين لم تتوقف ولا يوم،
فهذا كمان مؤشر للعلاقة، العلاقات الدبلوماسية أكثر من جيدة. يبقى موضوع الجانب الاقتصادي، الجانب الاقتصادي أنا اللي بعرفه من خلال التقائي مع عدد كبير من رجال الأعمال الصينيين، بيتمنوا يدخلوا بشراكات واستثمارات في سوريا، لكن المشكلة دائما عم بتكون تخوفاتهم من بعض التفاصيل اللي تخيف أي مستثمر. نحن بحاجة إذا أردنا أن نجتذب هذه الاستثمارات ونكون موضع ثقة بالنسبة لهم، أولا نحن بحاجة لنحدث قوانيننا. بدنا نفكر بعقلية القرن الـ21، ما بدنا نفكر بعقلية قبل 100 سنة. الحقيقة هذا مشكلة كتير مهمة. الصين قدرت تنهض باقتصاد، الصين دولة شيوعية طبعا، رغم ذلك هي اليوم بمنتهى التطور، ما بتشعر انه هن دولة شيوعية، الملكية مصونة، ممكن انسان يكون راتبه اقل من 500 او 600 دولار خلال فترة سنتين تطلع تلاقي صار ثري جدا، مو لانه هو فاسد لا ابدا، لكن هو لانه شغل عقله، ولكن الدولة عطته المناخ انه انت اشتغل وخود، ما حدا بيقول لك ما تاخد. الحقيقة في نقطة قوة عندهم كتير طيب. مهمة. قبل ما انتقل استاذ حسين، في يعني موضوع مهم وهو زيارة وزير الخارجية الصيني اللي كان موجود عنا يعني بضعة أيام أثناء قسم السيد الرئيس بشار الأسد، وكان يعني هذا اليوم تلقفه الإعلام السوري أنه اليوم في بوادر قد تكون يعني للاقتصاد السوري وتغير في المزاج الضاغط على سوريا، يعني بمعنى أنه اليوم سوريا دائما تحت الضغط الأمريكي الأوروبي اللي هو أحادي الجانب، عم بيضغطوا إن كان من الناحية العسكرية أو من الناحية السياسية، اليوم انتقلوا للناحية الاقتصادية. لما إجا وزير الخارجية الصيني إلى سوريا شفنا هذا الزيارة بعملية فك هذا الحصار، وعملية يعني اليوم رفض الصين وحتى روسيا لعملية الضغط أحادي الجانب على سوريا والعقوبات الاقتصادية المطبقة عليها. تعتقد هذا اليوم هي الزيارة تأتي في هذه النواحي، واليوم حيصير في عنا مشاريع مشتركة بين سوريا والصين في موضوع مبادرة الحزام والطريق؟ لا شك أنه زيارة وزير الخارجية شكلت خرق بالعلاقات الدولية مع سوريا، كثير كان لها صدى إيجابي أنه أول مسؤول بدولة بهالمستوى هاد بيدخل سوريا باستثناء الاتحاد روسيا. ولكن دخول الصين باستثمارات لسوريا هو على مفرق طرق. الجانب الأول منه موضوع العقوبات الأمريكية، الشركات الصينية الخاصة تخشى أن توضع تحت طائلة العقوبات الأمريكية. الحكومة الصينية طبعا هي أقوى من أنه تدخل هذا، ولكن إذا بدها تدخل هي بحاجة أنه تشعر أنه في قدامها ثمرة تستحق هالمخاطرة. تمام، يعني عمليا الصين لا تتطلع، يعني الصين خلافا لما يظن البعض أنه الصين طمعانة بخيراتنا، يعني أنا أحد الكلمات اللي سمعتها واللي كثير أغاظتني أنه الصين طمعانة بخيراتنا، يا أخي عمي خيرات شو ما بدنا نضحك على بعضنا. الصين دولة تأخذ وتعطي، لا تأخذ ولا تعطي، خلافا للمفهوم السائد. الصين يوم بتعمل اتفاق بتعمل اتفاق لحتى يدوم، ما بتعمل اتفاق لحتى آخذ منك شوي وبعد منك. خليني انتقل للأستاذ حسين العسكري. أستاذ حسين، يعني كلام الأستاذ فيصل حول أنه طبيعة تكوين العلاقات الاقتصادية الصينية أنه هي بتحب أو ترى رابح رابح، أو ترى العلاقة الاقتصادية بهذه الطريقة، لا ترى غالب ومغلوب بالعلاقة الاقتصادية. إذا ما قارنا اليوم اللي عم بيصير بالوضع العالمي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، هل اليوم خارطة الحزام والطريق هو لتفعيل خارطة جديدة عالمياً للخلاص من الضغط الأمريكي
باتجاه الصين وباتجاه روسيا وأيضا باتجاه الدول اللي مثل سوريا عم بتعاني من ضغط اقتصادي نتيجة لمواقفها السياسية. نعم، هو مبادرة الحزام الطريق هي بوابة لنظام عالم اقتصادي جديد غير اللي شفناه في السنين الماضية، وأيضا له تبعات سياسية. من ناحية الآن في تنسيق بين الصين وروسيا، هناك روسيا عندها مبادرة الاتحاد الأوراسيوي الاقتصادي اللي فيها كازاخستان وروسيا وروسيا البيضاء وبعض دول القوقاز. الآن هناك تنسيق، هناك عندك منظمة شانهاي للتعاون الاقتصادي. لا تنسى يا أستاذ أنه قبل ما يجي رئيس وزير الخارجية الصيني إلى سوريا كان هو في دول آسيا الوسطى لمناقشة الوضع في أفغانستان، وثم ذهب إلى يعني التقى بوزير الخارجية الباكستاني، وهناك يعني دبلوماسية محمومة للسيطرة على الوضع في أفغانستان الذي أثبتت السياسة الأمريكية والسياسة الغربية فشلها الذريع هناك. فالآن هم يحاولون أن يسيطروا على الوضع ويقنعوا الجانب الأفغاني أن دخولهم في مبادرة الحزام والطريق وإعادة إعمار أفغانستان هو الطريق نحو السلام للشعب الأفغاني. هذا هو سيقلب موازين في كل العالم، سيعطي درس للجميع أن الطريقة التي اتبعتها الولايات المتحدة والغرب في 30-40 سنة الماضية هي طريقة خاطئة ومضرة للجميع. فلسفة رابح رابح هي ليس كلام يعني إنشائي، وإنما هو تطبيق واقعي وعملي قامت به الصين بنفسها، وهو طبعا ينبع من الفلسفة الكونفوشيوسية الصينية اللي عمرها آلاف السنين. لكن في نفس الوقت يجب أن ندرك أن المنظومة الغربية ليست فقط سياسيا وإنما اقتصاديا واجتماعيا أصبحت متهالكة. عندنا أزمة مالية واقتصادية عميقة جدا في الولايات المتحدة وأوروبا في دول الاتحاد الأوروبي. لذلك الولايات المتحدة ودول أوروبا لم تعد تملك أدوات الضغط سوى العسكرية، عندها فقط الضغط هو الضغط العسكري والإعلامي والاستخباراتي. لكن اقتصاديا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا والناتو ليس لديهم أي بدائل يمنحونها لدول العالم، وهذه السياسة أثبت فشلها في العراق وفي أفغانستان وأيضا فشلهم في سوريا. ويعني هذا سيفتح الباب. أنا أقارن بين هذا الوضع وبين سقوط جدار برلين. هذه الآن عندنا نقطة تحول في التاريخ، يعني ممكن أن نتحول إلى نظام عالمي جديد أو ممكن تحصل حروب يعني كبرى، مواجهة مباشرة بين الغرب وروسيا من جهة والصين من جهة، وهناك تحركات عسكرية من جهة. من ناحية سوريا يجب أولا طبعا رفع العقوبات عن سوريا حتى تستطيع جميع الشركات سواء الصينية أو غيرها الاستثمار والعمل في سوريا. وهناك كان في ولو خطوة بسيطة لكن مهمة جدا في مجلس الأمن ودعمتها روسيا والصين لمسألة فتح المعابر. هذه خطوة صغيرة لكن أعتقد هي مهمة جدا، لأن هناك الآن حوار في مجلس الأمن إعادة النظر في طريقة التعامل مع شعوب العالم مثل سوريا والعراق وأفغانستان وغيرها. فأنا متفائل جدا. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ حسين العسكري المحلل الاقتصادي والاستراتيجي بمعهد شيلر الدولي، شكرا جزيلا. بنتقل للأستاذ فيصل، ويعني هون في سؤال يعني بيسألون الناس كلهم أنه هل اليوم مبادرة الحزام والطريق هي مبادرة، أنا ذكرت أنه هي مو بس للتبادل التجاري وعملية الاستيراد والتصدير، وإنما هي خط أو هذا الحزام حيكون حزام للتنمية. طيب هذا الحزام للتنمية هو حيكون على حساب الدول وحساب الشعوب؟ يعني اليوم ده تيجي الصين يمر من سوريا يعني على حساب الدولة السورية والشعب السوري ويدفعوا نفقات إعادة البنية التحتية وإعادة الإعمار، ولا كيف برأيك؟ سؤال ممتاز. الحقيقة المبادرة هي عبارة عن مبادرة تنموية أكثر ما هي مبادرة مجرد طريق يمر. الهدف من المبادرة هو إيجاد استثمارات للدول اللي بمر من خلالها الطريق، بحيث أنه تتحول لزبون قادر يدفع. تمام، مش مجرد أنه والله نحن بدنا ناخذ منك وأنت تدبر حالك، لا. هن الاستراتيجية تبعهم أنه أنت مثلا عندك زراعة، طيب كتير نمي زراعتك وعطينا من مزروعاتك، صدر مزروعاتك، تمام، نحن بنشتري منك، تمام، ونحن رح نعطيك بضاعة كمان.
فهو عبارة عن عملية تبادل تجاري، تنشيط التبادل التجاري بين مختلف دول العالم، وليس فقط سوريا أو الدول اللي بيمر فيها الطريق. المصاري بالنسبة للفلوس تبع التأسيس أو البنى التحتية، لا مو مطلوب هذا الشيء. تم تأسيس شركة صندوق اسمه طريق الحرير، شركة صندوق طريق الحرير المحدودة في بكين، لتقديم الدعم التمويلي اللازم للبنية التحتية وتنمية الموارد ومشروعات التعاون الصناعي في الدول الواقعة على طول خط الحزام والطريق. وتم إنشاء بنك استثمار الآسيوي للبنية التحتية بنهاية 2015، وبدأ العمل فيه رسميا 2016 برأس مال يبلغ 100 مليار دولار، تمام، وبيضم 57 دولة من بينها قطر وعدد كبير من الدول العربية طيب والإسلامية، بهدف تمويل طيب المشروعات البنية التحتية. اليوم إذا أستاذ فيصل عم نحكي عن موضوع أنه مبادرة الحزام والطريق هي مبادرة تنموية اقتصادية تستهدف اليوم تنمية البلدان وتنمية يعني البلدان التي تدخل في هذا الحزام والطريق، لكن إذا ما تحدثنا اليوم عن يعني هي المشاريع التمويل اللي بدها تمولهم فيهم الصين أو هذا الصندوق اللي تحدثت حضرتك عنه، يعني هذا الصندوق هو يعني صندوق خيري ولا هو صندوق للتبادل التجاري؟ وكيف يعني العملية حتتم حتى نكون نحن يعني نعرف لوين رايحين بهذه المبادرة؟ ممتاز. فما ممتاز. بعرف إذا اليوم عميقة بنقدر جدا. نشرح للمواطن السوري كيف تتم عملية المبادرة بوجود هيك صناديق تمويل. أسئلة عميقة جدا، ممتاز، بشكرك عليها. الحقيقة من اليوم ما في شيء اسمه شيء خيري، لا، ما هذا الشيء مو موجود، ولكن في آلية إنه نحن رح نعمل هالطريق، رح نمول إشادة هالطريق هذا، نعم، ورح نستثمره، رح ندفع لكم جزء من استثماره، ورح ناخذ نحن الباقي، نسترد تكاليفنا، تمام؟ بعد فترة مثلا وليكن 20 سنة 25 سنة بيرجع الطريق بيصير استثمار سوري كامل، مثل مثلا شركات المحمول، شركات المحمول دخلت هي مولت البنية التحتية تبعها، هي عملت كل شيء، تمام، وشاركت الدولة ما دفعت فلوس، تمام، هن عملوا كل شيء، بعد فترة زمنية 20 سنة رجعت الأصول للشركة للدولة، تمام. ونفس الكلام هون، وقت بتيجي أنت بتعمل مشروع من هالمستوى هاد، رح تجي الدولة الثانية تموله، أو رح يجي البنك يموله لقاء جزء من عوائده، هالجزء من العوائد هذا بيضلوا بيستثمروه لمدى عدد من السنوات، بعد منها بترجع ملكيته للدولة، تمام، وخلال هالفترة هي بتتقاسم الأرباح، الدول اللي مول، البنك اللي مول، والجهة اللي رعيت، كل عملية تقاسم للأرباح، هي عملية تقاسم للأرباح، تمام. فإذا سوريا لم تتكلف شيء عمليا. طيب خليني، ما بعرف هلا اذا بنضم لنا الدكتور كمال جفا، يلا بنرجع للاستاذ فيصل العطري. ويعني موضوع الحزام والطريق اليوم، ويعني ما تتحدث به كلام مهم اليوم عن انه هذا الموضوع لن يكلف يعني لا الشعب السوري ولا الدولة السورية اليوم يعني مصاريف لعملية إعادة الإعمار في سوريا، وهذا موضوع مهم. نحن بنعرف كان اتفاقية ماريشال كان يعني اتفاقية إذعان للدول، وبتعطيهم مصاري أو بتمول الدول وبعدين تستردها منهم بطريقة فوائد كبيرة واستثمارات كثيرة. اليوم نحن عم ندخل بخارطة حزام طريق بموضوع أو ب يعني بمعادلة رابح رابح، يعني الصين ستكون رابحة، سوريا ستكون رابحة، كل الدول اليوم اللي تدخل بحزام والطريق حتكون أيضا رابحة. صار معنا الأستاذ كمال. طيب أستاذ كمال يعطيك العافية وأهلا وسهلا فيك بالحوار الاقتصادي. مساء الخير وتحية لضيوفك الكرام. يعطيك العافية. نحن كنا بالفترة الماضية يعني شفنا تصريحات لحضرتك
حول موضوع الحزام والطريق وزيارة الوزير الصيني إلى سوريا، وتحدثت حضرتك عن مواضيع مهمة في هذا السياق. لو تحدثنا اليوم، ما أهمية الحزام والطريق فعلا لسوريا، وكيف يمكن أن ندخل بهذا الحزام وأن نستفيد، لأنه صار وقت أنه نستفيد من هذا الموضوع بسبب وجود الحصار الأمريكي الأوروبي الظالم على سوريا؟ نعم، مساء الخير. حقيقة الأمر أن سوريا بعد أن أدخلت في العام 2017 في المبادرة الأولى في هذا الحزام، أعادت السلطات الصينية النظر في عملية إدخال سوريا بسبب الأوضاع الأمنية والعسكرية وعدم وضوح الرؤية إلى ماذا ستؤول إليه الأوضاع الميدانية في سوريا. في بداية هذا العام وبعد تغير، يعني خليني أقول لك، عدة قضايا سياسية واستراتيجية خاصة بالنسبة للصين، أنا تابعت في البداية ضيفك الكريم من بكين، وقال قدم بمجموعة من الأفكار. حقيقة الأمر أن السوريون لا يعرفون بشكل كبير عن هذه المبادرة وفوائدها على الاقتصاد السوري. الوضع الدولي والصمود السوري والانتخابات الإيرانية والحصار أو إعلان الحرب بشكل كامل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على موسكو وعلى روسيا وعلى الصين، وأنت بتعرف وضيفك الكريم معلوماته أكثر مني، أنه 90% من القوافل أو من بضاعة وتجارة الصين هي تتم عبر البحار، وقادر الولايات المتحدة الأمريكية فيما لو تطورت الأوضاع العسكرية بيناتهم، يعني لن تتطور إلى عملية اشتباك بأي شكل من الأشكال، قادر على فرض حصار بحري على الصين، قادرة أن تلوي زراعة الصين اقتصاديا. لذلك سرعت عملية البنية التحتية في موضوع الخطوط البرية، يعني هو اللي تفضل ضيوفك الكرام حكوا عنه في موضوع باكستان وإيران وحتى أفغانستان، شمال أفغانستان وصولا إلى يعني مجموعة من الدول. كان استبعدت سوريا لصالح الطريق البري من طهران بغداد، يمر عبر كردستان العراق، ثم شمال سوريا المناطق التي تحتلها تركيا وعفوا الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها إلى تركيا، لكن لم تتضح حتى الآن العلاقات، لم تستقر العلاقات التركية الصينية برغم كل المغريات التي تقدمها الصين إلى تركيا، برغم كل المساعدات التي قدمتها. عدة عوامل أدت إلى اتخاذ الصين قراره بإعادة تفعيل الخط البري، الخط البري اللي هو أستاذ كمان. هون في سؤال. نعم، اليوم تركيا هي عدوة لسوريا، وهي كانت تحاول زعزعة يعني الدولة السورية والاقتصاد السوري، وهنا في يعني موضوع الحزام والطريق يعني تقول انه هي الاولى، يعني انه يكون هي احد الدول اللي فيها الحزام والطريق بدون سوريا، على اساس انه سوريا فيها قلاقل ولا يمكن ان تكون هناك يمر منها لا خط غاز ولا يمكن ان تمر منها القوافل التجاريه ولا الى اخره. اذا هناك ايضا ضغط اقليمي من بعض الدول على خروج سوريا من مبادره الحزام والطريق. لماذا تصر الصين اليوم على دخول سوريا في هذا الحزام؟ نعم، تبدلت المعطيات السياسية والعسكرية والميدانية وحتى التحالفات. يعني كنا نرى انكفاء صيني، حتى السياسة الصينية، بيعرف ضيفك الكريم انه كانت تنكفئ او السياسة الصينية او خطوات الصينية سياسيا في دعم سوريا خلف روسيا، لم تكن تتقدم بشكل مباشر، حتى كانت تخشى العقوبات. والشركات الصينية، بيعرف ضيفك الكريم قديش بيعاني السوريين بموضوع تحويل الأموال، وقديش بيعاني بموضوع الشحن وشراء البضائع، وحتى الآن اليوم معظم السوريين عم يشحنوا هم على ميناء العقبة لعدة، يعني ما بيكفي وقت البرنامج حتى على طريق يعني دبي. لذلك اليوم أيضا تقارير سلبية التي كانت ترسلها بشكل كامل
تركيا عن الوضع الأمني والعسكري في سوريا، وأنا زرت بكين عدة مرات والتقيت بعدد من محطات تلفزيونية والصحافة، وكان في تقييمات سلبية عالية جدا حول الوضع الميداني أو استتباب الأمن أو قدرة الحكومة السورية على إعادة فرض الأمن والأمان. لكن أعتقد أن الصورة تغيرت 180 درجة. هناك قرار صيني لا رجعت عنه، البدء بالخطة بلان بي، وهي البدء بالاستثمارات في سوريا بالتوازي تقديم المساعدات ودعم سياسي كامل مع البدء بدي بإعداد منك مسدات. بدي منك استاذ كمال تفسير لليوم الخط الحديدي الذي يربط بين سوريا والعراق وايران، هل ياتي هذا الخط ضمن عمليه الحزام والطريق؟ يعني يعني مبادره الحزام والطريق اليوم ماشيه ماشيه، ان وافقت تركيا ولا ما وافقت تركيا، ان وافقت بعض الدول او ما وافقت عليها. صديقي، الصين تلتزم دائما بسياساتها وتحالفاتها، وعندما تتفق مع اي دوله لا تتراجع مهما كانت الظروف، لكن نضجت بشكل كامل الظروف السياسيه والميدانيه العسكريه. انت بتعرف قديش اندفع اسمان وشهداء لمنع التواصل بين سوريا والعراق لوقف خط او البكمال الميادين، وكم مره ضربت القوات السوريه والقوات الرديفه لمنع هذا التواصل. عندما ايقنت الصين انه هذا الخط سيبقى مفتوحا، سيبقى هناك تواصل، سيبقى خط بيروت امنا، دمشق، بغداد، الموصل، البصره، طهران، ايقنت الصين انه يجب البدء باجراءات العمل لاعداد مسوده الاتفاق. انت بتعرف اتفاقيه التعاون الاستراتيجي ايقنت الصين انها هي حجر الاساس في هذا المشروع، وهي الاتفاقيه التي وقعتها ل 25 عام مع طهران، والتي يعني سرع موضوع يعني العمل ضمن محور متكامل هو فوز الرئيس الايراني الحالي. نعم. وايقنت الصين ان هنا ليس هناك اي تعديلات على بنود الاتفاق ما بين سؤال روسيا اخير وصف. سؤال اخير وبعجاله، متى سيتم تطبيق مبادره الطريق ويستفاد منها الدوله السوريه والشعب السوري يعني برايك؟ انا برايي انه قبل بدايه العام هناك اتفق خلال الاجتماعات مع السيد الرئيس ووزاره الخارجيه والوفد التقني اللي كان مرافق لوزير الخارجيه الصيني على اعداد ما يسمى مجلس اعلى او مجلس تنسيق صيني سوري، وتم الاتفاق على بدء بحزمه من المساعدات الفوريه التي تتعلق بالبنيه التحتيه اللي جابها أقرتها الحكومة الصينية بشكل مباشر 100 مليون دولار، وبالتوازي سيتم العمل على إعداد المسودة الأولية. وأنا بحيي لضيفك الكريم أشكرك الصيني جزيل الشكر أستاذ كمال جفا، إجراء تعديلات جوهرية في الأنظمة والقوانين والباحث الاقتصادي والسياسي. شكرا جزيلا لك. وأيضا نشكر من كان معنا عبر السكايب الأستاذ حسين العسكري المحلل الاقتصادي واستراتيجي بمعهد شيلر الدولي، والأستاذ فيصل العطري خبير في الشؤون الاقتصادية السورية الصينية ورئيس الجالية السورية في الصين. كنا معكم في هذه الحلقة حول العلاقات السورية الصينية، وتحديدا مبادرة الحزام والطريق التي سوف تنضم إليها سوريا في القريب العاجل، وسوف يتلقى أو تتلقى الدولة السورية والشعب السوري ثمار هذه المبادرة عبر تنمية شاملة لسوريا، وعبر أيضا تبادل تجاري يشترك فيه كل الدول المشاركة في هذه المبادرة. كل الشكر لكم مشاهدينا، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من الحوار الاقتصادي. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.